كنتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير المسمن اولا الملاوي بواحد الطريقه سهله مهله كيف عودتكم دائما. انا كيف كنقول لكم دائما الحاجه اللي كتوقف في المطبخ بزاف ما تنديرهاش، خصني دائما الحاجه اللي كتكون سهله مهله وما تاخذليش الوقت بحكم العمل وبحكم بزاف الاشياء راكم عارفين الواحد ما خصوش يبقى في المطبخ النهار كامل. دونك اليوم غادي نقترح معاكم اولا غنقترح عليكم طريقتي كيفاش كنعجن هذا الملوي وكيفاش كيجيني. كيف كتشوفوا كيخرج لي واحد لا كونتيتي كنعملها في المجمد وكنبقى هكا كنستعملها اولا نسخنها مره مره ملي كنحتاجوه في الفطور اولا في وجبه الكوتي. كيف كتشوفوا الملاوي ديالنا كيجيو ناشفين ما كيجيوش نهائيا شاربين الزيت، كيجيو بحالهم بحال مخيمرات صغورين ها نتوما وكيجيو محلولين. انا ما تنغلطهمش ما تعجبونيش غلط، كيعجبني هكذا المسمن رقيق. كيف كتشوفوا ها نتوما كله محلول وكيجي مسمد من الداخل، واهم الاشياء انه ما كيكونش مدم باش ما يضرناش، هذا هو اللي مهم. ما تنساوناش من اللايكات ديالكم ولي كومونتير ديالكم اللي عجبكم هذا الفيديو وبارطاجيوه مع الاهل والاحباب هكذا كتعم الفائده للجميع. دابا ما بقى لنا الا نمروا لطريقه العمل وطريقه التحضير ديال هذا المسمن اللي قلت لكم كيجي اكثر من سهل. بالنسبه للعبار اللي عملت اليوم تقريبا كيف كتشوفوا هاد الزلافات كيوزنوا 250 غرام، تقريبا 250 غرام ديال الدقيق الابيض و250 غرام ديال الدقيق الفينو اللي كيكون الدقيق المسمد، والملح حسب الذوق. تقريبا هنا غنستعمل معلقه صغيره ديال الملح. غادي في الاول غادي نغربل الدقيق ومن بعد غادي نطلقاو باش نخلطوا العجينه ديالنا. تقدروا تخلطوها بالعجانه اولا تخلطوها باليدين ديالكم، مهم غير هو المسمن راه كيبغي الدليك ضروري راك كيف عارفين. وبالنسبه لطريقتي السهله في تحضير المسمن بالنسبه للحيله اللي كنعتمد عليها هي ان المسمن كنعجنو في الصباح وتنخليه واحد المده كافيه يرتاح فيها. هذه هي الطريقه الصحيحه باش يجي المسمن معكم ناجح وما يتعبكمش ملي تكونوا كتورقوا فيه، لان المسمن ما تيبغيش يتخدم ويتعجن في نفس اللحظه ويتورق في نفس اللحظه لانه تيعذبك شويه في العمل وكيخليك توقفي بزاف. دونك انا كنعجن المسمن في الصباح وتنعملو في واحد الكيس غذائي وتنخليه على جانب، وحتى الوقت اللي كنبغي نحضر فيها المسمن عاد كنبدا التوريق ديالو. هكذا كنقسم العمليه ديال الخدمه ديال المسمن وما كتعبنيش، لانك ملي كتعجنيه وكتورقيه وتطيبيه تياخذ منك واحد المجهود اكبر وكتبقي واقفه بزاف في المطبخ. اما الا فرقتي العمليه كوني اكيده انك دغيا غادي تحضري هذا المسمن وما غاديش تاخذي فيه وقت كتير ان شاء الله. دابا بعد ما غربلت الدقيق كامل صافي دابا ما بقى لي الا نخلط الدقيق باش يتخلط مزيان، الدقيق الابيض مع الفينو صافي، وغنضيف الملح المعلقه ديال الملح اللي كيف قلت لكم، وغادي نخلط بالماء الدافئ. هنا غادي نضيف المعلقه ديال الملحه كيف قلت لكم، ثم الملح غادي تستعملوا حسب عدد اولا كميه الدقيق اللي كتستعملوا. انا استعملت تقريبا ملعقه صغيره ديال الملح كانت كافيه. ثم غادي نزيد واحد الاضافه اللي هي خميره حبيبات، كيف كتشوفوا غادي نستعمل تقريبا راس المعلقه صغيره ديال خميره حبيبات فقط، غير باش هذاك المسمن ديالنا يجينا شويه فيه نسمه الخموريه وما يضرناش، فقط هذا. وبالنسبه لهاد الخميره بغيتو تضيفوها بغيتو ما تضيفوهاش كتبقى حسب الرغبه، مهم انا دائما كنضيفها. هادشي علاش ما وضعتهاش مع المقادير في الاول، خليتها حتى الاخير لانني كيف قلت لكم كنضيفها مر الا بغيت. دابا غادي ندير الماء الكافي وغادي نحاول نخدم العجينه ديالي ونخليها تعجن ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما نجمع العجينه وندلكها مزيان كيف غادي تشوفوا. خليكم مع الفيديو حتى النهايه ان شاء الله.
كيف كتشوفوا هذا هو القوام النهائي ديال العجينه ديالنا بعد ما دلكات مزيان هكذا خاصها تكون. دابا غادي نمروا باش غادي نعملوا الكويرات ديالنا. غادي ناخذ واحد الصحن نوضع فيه شويه ديال الزيت وغادي نوضع الزيت في اليدين ديالي وغادي نحاول نفقصهم على شكل كرات صغار. بالنسبه للكرات نتوما اللي كتحكموا في الحجم ديالهم، انا غادي نختاريت هذا الحجم هذا صافي وغادي نكمل حتى نسالي ان شاء الله. ومن بعد غادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي، ولكن قبل ما نغطيهم غادي ندهن الوجه ديالهم بالزيت مزيان وغادي نخليهم المده الكافيه اللي غيرتاح فيها هذا العجين. تقريبا انا عجنت مثلا في الصباح وحتى العشيه ان شاء الله عاد غادي نورقه، يعني ما غاديش نورقه في نفس اللحظه. وهو كيف قلت لكم مسمن سر النجاح ديالو هو انك تخليه يرتاح مزيان. دابا غادي نحاول نقادهم كيف كتشوفوا وغندهنهم بشويه ديال الزيت مزيان ونغطيهم ونخليهم حتى العشيه ان شاء الله ونتلاقاو باش نورقوا هذا المسمن. واكدوا ان هذه الطريقه لا عملتوها غادي يولي ليكم مسمن ساهل مهل، يعني ما تحسيش براسك وقفتي بزاف في المطبخ. ودابا جا الوقت باش نورقوا المسمنات ديالنا. شوف كيفاش ارتاحوا مزيان. هادي دابا العشيه ان شاء الله غادي نحاول دابا نوجدهم باش نعملوا بهم الكوتي. غادي ناخذ واحد الصينيه اخرى غادي ندهنها باش ناخذ هذيك الصينيه الاولى اللي غادي نقرص فيها هي اللي غادي نورق فيها المسمن. دابا غادي نعاود نوضعهم هنا صافي وغادي نتلاقاو باش نبداو نوريكم الطريقه كيفاش غادي نخدموا المسمن. ودابا غادي نمروا للتوريق. التوريق غادي نحتاج واحد الكميه ديال الدقيق الفينو، غنضيف عليه تقريبا ملعقه صغيره مملوءه ديال الخميره كيماويه. غادي نحاول نخلط مزيان الخميره مع الدقيق ونحطها على جانب. ونحتاج الزبده، هاد الزبده هذه نباتيه من الاحسن لان زبده المانغارين ما كتعطيش البنه مزيان في المسمن، احسن تعملوه بالزبده النباتيه. كنذوبها وكنحطها على جانب وكناخذ الزيت حتى هو كنوضعو بوحدو. دابا كملوا معايا الفيديو حتى النهايه باش نشوفوا كيفاش غادي نوجدوا هاد المليويات ديالنا. غادي نبداو بسم الله على بركه الله، نبداو من الاولى. غادي نوضع في الاول الزيت صافي وغادي نبدا نورق هكذا كيف كتشوفوا مسرح ما نقرش، فقط كنحاول انني نطلق العجينه مزيان لانها راه ديجا مرخوفه مزيان، لان المعجونه كيف قلت لكم من الصباح دابا راه غير كتجر العجينه وكيتمشي معك. يعني نحاول نجروها هكذا كيف كتشوفوا، فقط كندفعوها صافي وهي كتمشي معنا حتى كتكبر لنا المسمنه مزيان ويولي يبان لنا سطح العمل يولي يبان لنا تقريبا من المسمن، يعني كنعرفوا انه راه تورق مزيان هكذا صافي. من بعد غادي نعمل شويه زبده كيف كتشوفوا وغادي نضيف الدقيق اللي عملنا معاه الخميره كيماويه صافي وغادي نلويهم على شكل مسمن مربع، يعني غندير الورقه كيف كتشوفوا العاديه الطريقه العاديه ديال المسمن صافي. وغادي نحاول نورق شويه كيف كتشوفوا، نعاود نضيف الزبده ونعاود نضيف الدقيق صافي وغادي نحاول نلوي المسمنات على شكل الملوي هكذا فقط. طريقه سهله مهله كيف قلت لكم صافي، ودغيا كتوجدوا المليويات ديالكم صافي. وغادي نكمل بنفس الطريقه هكذا صافي، غادي نحطها ترتاح وغادي ناخذ وحده اخرى ونعاود نخدمها معكم. غادي ندهن كيف قلت لكم بالزيت صافي وغادي نبدا نورق هكذا. هانتوما كيف كتشوفوا كيف قلت لكم مسمن مطلق مزيان ومرتاح على خاطرو ما كيتقطعش معنا لان خدا الوقت ديالو باش يرتاح صافي. وغادي نبقى نطلق هكذا فقط غير كنجر العجينه وهي كتمشي معايا بسهوله بنفس الطريقه كيف قلت لكم صافي. من بعد غادي نعاود نوضع الزبده هانتوما كيف كتشوفوا سطح العمل بدا كيبان معنا شويه صافي، راه المسمنه تورقات صافي. دابا غادي نوضع كيف قلت لكم الزبده هكذاك وغادي نرش بالدقيق وغادي نعاود نطوي المسمنه ديالي على 4
الطريقه العاديه ديال المسمن. لا بغيتو هكذا تخليوه مسمن يعني رغيفات مسمنات مربعين يعني الرغيف، راه هكا عاوتاني كتجي ساهل نفس الطريقه صافي، وكتخليهم مسمنه اولا الرغيفه صافي، وغادي نلويها الطريقه هذه كتجي ساهله بالنسبه للملاوي. صافي ها هي كملات معايا، صافي غنحطها ترتاح ونتلاقاو من بعد ما نكمل الكميه كامله اللي عندي. ها نتوما كيجيو بهذه الطريقه. ودابا بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي، ها نتوما كيف كتشوفوا ارتاحوا، عاود الملويات ترتاحوا مزيان. تقدروا تخليهم بهذا الحجم هكذا فقط، كتجمعوهم من كيف كتشوفوا بهذه الطريقه، وكتعطيكم مليويه، هذه كتعطي شويه مليويه كبيره شويه، اولا الطريقه اللي كنعتمد عليها انا. انا ما تنبغيهمش كبار بهذه الطريقه، كناخذ كل وحده وكنقطعها على النصف هكذا كيف غتشوفوا، كنقطعها كتعطيني جوج مليويات صغيورين ها نتوما، وكيجيو متيولين كيجيو رائعين بزاف وساهلين. بهذه الطريقه كنحصل على جوج، يعني كل ملويه تتخرج لي جوج ديال المليويات صغيورين. انا تيعجبوني كيف قلت لكم هكذا صغار. دابا غادي نحاول نقطعهم كاملين ومن بعد نخليهم يرتاحوا عاد نطيبهم، يعني ما نطيبهمش في نفس الوقت حتى يرتاحوا شويه معانا. وكيف كتشوفوا هذه هي الكميه اللي حصلت عليها. دابا غادي نغطي عليه وغادي نخليه يرتاح عاد من بعد نطيبه ان شاء الله. هكذا كتقسمي الخدمه ديالك ديال المسمن، وما تتحسيش براسك انك وقفتي واحد المده طويله باش تحضري المسمن اولا الملاوي. بهذه الطريقه كتجيك سهله مهله. ودابا وصل الوقيته باش غادي نبدا نطيبهم. انا عندي هنا هذه المقيله ديال الضو، تقدروا تستعملوا نتوما المقيله ديالكم ثقيله ديال وجده اولا اي مقله كطيبوا فيها المسمن. انا كنطيب في هذه كتعجبني بزاف، كتجيني سهله وكنطيب فيها واحد لا كونتيتي كثيره في نفس الوقت. اذا نتوما كيف قلت لكم دائما خاصك تحاولي تشوفي الحاجه اللي تتسهل عليك الخدمه. هذه المقله هذه كنحاول نطيب اربعه في مره، يعني دغيا كنسالي فقط كنرشها لي اول مره، وما كنبقاش نرش بزاف باش ما كيجينيش المسمن عامر بالزيت. صافي هكذا كيجي المسمن ناشف، فقط ديك الزبده اللي كانت فيه لداخل هو باش كيطيب. ها نتوما غتشوفوا معايا الطريقه، خليكم حتى النهايه.
هاد الطريقه كنكونو طيبنا المسمن ديالنا. تقريبا ما كياخدش معاك 10 دقائق ديال الطهي من بعد ما كتكوني حضرتي جميع المراحل الاولى، كياخد معاك 10 دقائق فقط، وكتكوني حضرتي ديك الساعه البريد اتاي ديالك. وبالصحه والراحه. وهانتوما المسمن ديالنا كيفاش جا، جا رائع جدا، جا خفيف كيف قلت لكم، ما كيجيش مدم نهائيا، لان ما كنبقاش الرش نهائيا. الطريقه ديال الرش او ميم طون كتعطي شويه النسمه ديال المسمن في الدار، او ميم طون كيجي المسمن شويه زايد فيه ليدان. هكذا كنتمنى انني وصلت لكم طريقتي في تحضير المسمن باسهل طريقه، وبطريقه اللي قلت لكم يجي فيها الناشف وما يضركمش نهائيا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يرقكم ويعجبكم، وهالطريقه حتى نتوما تولوا تعتمدوا عليها في تحضير المسمن ديالكم. وما تعكزوش، ما تبقاوش خايفين من المسمن، تقولوا انه كياخذ الوقت نهائيا، خاصك غير تقدي الوقت ديالك وتعرفي كيفاش تستغلي اليوم ديالك. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، وكنقول لكم الى اللقاء ان شاء الله مع فيديو قادم مع شي استوس جديده او حيل جديده اللي كتسهل عليك العمل اليومي ديالك. خليت لكم راحة الله، وكنقول لكم إلى فيديو قادم إن شاء الله.